أسابيع قليلة بتفصلنا عن انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، فهل برأي الناس النواب رح يكونوا أسياد قرارهم بانتخاب الرئيس أم هن بانتظار كلمة سر خارجية؟ إذا ما أجا قرار من برا ما رح ينتخبوا رئيس. السعودية بس تقرر حيصير رئيس. كل عمرنا يجي القرار من برا، يعني هلا بدهم ينتخبوا هن. إذا كان في توافق سعودي إيراني بيمشي الحال. لا والله أكثر شيء عم ينطروا من برا. نحن نؤمن بدور مجلس النواب، بس إذا في ضغط من برا هو أهم من مجلس النواب وأهم من كل شيء تاني. كلهم هن مصيرين داخليا وخارجيا. اللي كان بكتلته مصير من رئيس كتلته، رئيس كتلته مصير من الخارج. ما عندي بقى أمل فيهم كله. يعني بالنهاية القرار بده يجي من برا. ناطرين يجي الخبر من برا. يمكن يكون اجى القرار من زمان. برأيي ما في كلمة سر خارجي، لأنه لبنان ما بقى حدا يوثق فيه. إذا ما إجوا أخضر ما بيندخلوا. كله تابع للخارج للأسف. الأمريكان على سبيل المثال، إذا إجوا قالوا لهم بدنا الجعجع، ماشي، مين من 8 أدار بده يوافق؟ إذا إجوا الإيرانية قالوا لهم بدنا أمين جميل، مع إنه أمين جميل صار قريب منهم يعني لـ8 أدار، مين بده يوافق؟ قرارهم مش بإيدهم. ليجي القرارات الكبيرة من برا وساعتها نحن بنمشي مع اللي ماشي هون، ما تفكري إنه بياخذ القرارات يعني. النواب عنا أسياد قرارهم بانتخاب رئيس؟ لا، منهم أسياد قرارهم. أسياد قرار على الشعب اللبناني بس، الشعب المعطر. هاي هي أسياد قرار، بس برا صيصان. ما بحياتهم كانوا، هلا إذا في شيء بيتغير ما بعرف، إن شاء الله. لب أحلامك ولب أوهامك. مش إنه أسياد قرارهم، لما بيكون الخارج عم بيقول لهم إنه لازم تتوافقوا فبيخلقوا أي شيء. هن بيكون متفقين وطبخين الطبخة بكل شيء يعني. أمريكا وروسيا وبريطانيا هن بينتخبوا، فرنسا يعني الدول الكبيرة. معقول يعني نكون نحن أسياد قرارنا؟ ما بتزبط. بس لا يجي القرار بيطلعوا رئيس. أيوة، ورمونت كنترول. بفتكر رايحين على الفراغ. وجود فراغ ولا عدم فراغ هي زيتها يعني. ليش هلا مش فراغ هلا؟ لا أكيد، ولا تصير دولة بلا رئيس.